تصل حتى القناة الثانية لأن القناة الثانية قناة مغربية ويجب أن تكون مغربية. نحن هنا للدعوة لتحرير السيطاين. الشعب يريد إصلاح السيطاين. الشعب يريد إصلاح السيطاين. الشعب يريد إصلاح السيطاين. إذن هذه كانت وقفة احتجاجية دعت إليها الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس مسا احتجاجا على إقدام القناة الثانية دوزيم على بث مشاهد فاضحة وفاحشة في إحدى سهرات مهرجان الموازين. هذه اللقطات التي استفزت عموم الشعب المغربي وكان ضروريا من هذه الرسالة التي نبعثها إلى عموم المسؤولين في هذا الوطن أن الأوان لتنظيف هذه القنوات وإلى تطهيرها من رموز الفساد والاستبداد والتحكم من خلال الإعلام. هذه المبادرة اللي في الحقيقة تمثل الرأي ديال عموم الشعب المغربي وهذه اتاحت فرصه ماشي فقط لشباب العداله من اجل الاحتجاج ولكن لفئه عريضه من المغاربه اللي كيستنكروا واللي كينددوا في مجامعهم بما وقع في بالوقائع التي عرضتها القناه الثانيه دوزيم يوم الجمعه الماضيه. يوم الجمعه الماضيه القناه الثانيه ادخلت تلك المشاهد الى منازل المغاربه، على الاقل اللي بغى يتفرج كيمشي، ولكن المغاربه جالسين في ديورهم دخل لهم. هذاك الشيء انا اقول على ان المنكر والخطا الفادح والفظيع وغير المسموح به في الاعلام العمومي هو هذا، اضافه الى ذلك ان الموضوع ما كانش مباشر، السهره ما كانتش مباشره، لم تكن مباشره، كان هناك فارق زمني بين البث والسهره الحيه، وبالتالي الامكانيه ديال التصرف كانت وارده وبقوه، وكانت هناك اتصالات بالمديرين والمسؤولين في القناه الثانيه من اجل ايقاف البث او على الاقل التصرف في بعض المشاهد التي كانت فظيعه فرفضوا ذلك. هذا يؤكد على ان هناك اراده حقيقيه لهؤلاء من اجل بث تلك المشاهد خاصه من اجل المس بالشعور ديال المغاربه. لا بد ان تلتقط الجهات المعنيه هذه الرساله عموم الشعب الاسره المغربيه. اذا كنشددوا على انه يمكننا نتسامح في كل شيء. اليوم كان لابد ولزاما علينا ان نخرج ونقول ونطالب بوضع حد لهذه المهزله. اليوم القناه الثانيه لازم ولا بد ان تحرر من المستبدين والمفسدين على رأسهم العريشي والسطيل وسليم الشيخ. اليوم هؤلاء الذين أرادوا أن يوصلوا للمغاربة تلك الصور ضدا فيهم. أقول نحن لسنا ضد المهرجانات رغم أننا لدينا تحفظ على مهرجان موازين الاستبداد، لكن نقول إذا كان يتابع تلك السهرات 160 ألف فالمغاربة 33 مليون، ولن نقبل بعرض تلك اللقطات في بيوتنا وإلزام المغاربة على مشاهدتها. في الحقيقة حنا اليوم هنا واقفين باش نقولوا للدوزيم لا، حنا ما قابلينش هذا الشيء اللي دار، حنا كنددوا وكنطالبوا المسؤولين أنهم يستقلوا. لان فعلا خاصو يستقل، لان بحال هذا الخطا هذا ماشي مجرد خطا اللي يمكن يدوز هكاك، ربما هو ماشي خطا، ربما شي حاجه اللي مقصوده ولي رساله. داكشي علاش كنتمناو حنا بكل ادب ولباقه بكل طريقه حضاريه انكم تمشيو في حالاتكم وتخليو للناس اللي باغي دير لنا اعلام حقيقي اللي توصل لنا رسائل حقيقيه. حنا ما باغينش ناس اللي كتوصل لنا شي ميساجات اللي لا حول ولا قوه الا بالله.